او بيان سيو الجمهور اذا ما كاين جمهور كيضغط راه يبقاو دايرين ما بغاو. فاش كان عندنا ولد ما خليناش، فاش كان عندنا ولد مزيان لا حكا شافي ما دارش ما ولد الارقام وكنا وكان الجمهور صار على على الطريق ديال المدرب. فعلا فعلا ما صبرناش عليه. هو الا بغينا اخويا الحقيقه دابا الا بغينا نكونوا واقعيين راه كيخصنا شوف كيخصنا ربما الفرقه خاصها محسن من الشابي. الشابي سي فغي كان كيعصر كيعصر اخر ما كاين، ولكن كيخصنا ربما مدرب اللي عنده تجربه اكثر ديال الشابي ما عندوش تجربه افريقيه. الشابي ما عمرنا جربناه في نعم يوسف احسن من الشابي هو يغور الفرقه وما المدرب المغربي اللي عارف اللعابه. هذا شيء ما راه ما عارف والو، ما عارف والو، ما غاديش يكون عنده مساعد مغربي. وشوف شوف هذا المصيبه، هذا هو المشكل الكبير. هو ما عارف والو في الدراري. اش كاين هذا التشكيله الاخرى اللي باش لعبنا البارح راه شوف الدراري في اللاعبين وشوف هذا هو المشكل ديالنا حنا. وي مع الاسف. ان شاء الله اخويا، ان شاء الله اخويا. كنشكرك اخويا على الانجاز ديالك والاختصار ديالك، برافو عليك. الاجتماع ديال اليوم اللي كاين اليوم ان شاء الله يخرجوا شي نتيجه. وعلى الله على الله حنا كنتسناو النتيجه. شوف شوف واحد القضيه خصنا نتفقوا عليها كاملين اخويا. شوف خويا خصنا نتفقوا على هذه المساله، هو انه دابا حنا خصنا نشوف خويا يوسف واحد الميساج دوزوه. خصنا عاوتاني نعقبوا عاوتاني على الدريبه. راه الصراحه فاش كانوا لاعبين هنايا راه مشينا للتيران وتفرجنا انا بالاهلي والا كانوا الدراري في المستوى صراحه بالحالي خص يمشي بحال هكا بالحالي ماشي ديال الرجاء. الله خو تفرج في خويا يوسف فاس فاس حتى اش غنقول لك والا حشومه لازم اللي كيدخلوا بالحالي. واش انا ما تفرجتش فيه؟ انا بن حليب كنعقل عليه ملي كان في ليسبوار، ملي كان في ليسبوار واحد النهار مشيت نتفرج في ليسبوار كانوا لاعبين مع الفتح في تيران الوزيز. وكنت انا كنت عارف ديك البلاصه ديك راه هذيك هي مورا البوتو كنتفرج تما. سال الماتش بقات شي ربع ساعه توعت، ملي توعت شونجا المدرب، ملي شونجا عرفتي اش دار؟ وبتريكو ديالو خرج وجا طلع ليك راه وريح مع واحد صاحبي. شي المستوى كيدير وفي هذاك الوقت في ليسبوار هو باقي في ليسبوار وراه من تما كيبان لك عقليه اللاعب. ايوا راه هادشي اللي وقع دابا اش كيديروا؟ تيخواو عاد كيقلبوا هما باش يعمروا، هما كيجيو باش يعمروا شي لاعب بديل كيكون ديك الساعه. ما عندكش ما تخويا، ما عندكش ما تقول واحد ثلاثه ديال الاعتداد هذا راه خاصهم يكونوا ضروري. لا غنديروا شي حاجه العصبه، الا ما كنا غنديروا والو راه هادشي اللي كاين راه ما كاين والو. ايوا هذا هو. واخا خويا شكرا 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 تحياتي لك. مرحبا مرحبا خويا مرحبا. شوفوا السي شوفوا السي محسن. انا عيطت لك اخويا المهدي مولا محزون، عيطت لك اخويا المهدي بس صبر علينا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي مهدي سي محزون، صافي الاحوال؟ تحيه سي نسيك، كلشي بخير؟ مدادي ما سمعناك، مرحبا بك. كلشي بخير؟ لاباس كلشي مزيان سي نسيك. سنه سعيده لك ولجميع الاوفياء ديال الصحه. يا ربي يا ربي يا ربي امين. عرفتي جيت مع هذه القضيه ديال السنه غير بالمناسبه. عرفتي كنت مريحه مع دماغي قبيله وكنقول اجي بلاتي هي اخر يوم في العام، خص الانسان يدير واحد الجرد ديال السنه ديالو ويراجع نفسه. الا كانت عنده شي خلافات، الا عنده شي خلافات يحاول يطويها، راه هي الدنيا راه حتى حاجه ما كدوم. لهذا مرحبا بك اخويا محزون، تفضل عبر لينا شنو بغيت تقول على غير غير بالنسبه للغياب ديال السي ناسيك. راه زعما هاد الناس هادو المسيرين اللي اخذتهم الحق راه ما راه عينا ما نهضروا عينا ما نغوتوا صافي. راه تقدر نجد معاهم والله لا اخذتهم الحق شي يمكن نقول. بالنسبه للرجاء الصراحه السي ناسيك زعما لا تبشر بخير هاد الكسب المسير الفاشل يعني. ما الو وي كنسمعك اخويا كنسمعك. وقلت لك كاسي ناسيك زعما هذا المكسب هذا الفاشل هذا بدا بالفشل من الديبار ديالو. راه مازال جواد زياد بعدا بدا بالنجاحات عاد فشل. دابا هادو من الديبار بداو يعني بداو فاشلين، ما كان لا انتدابات لا مدرب في المستوى. شفنا الكره ديال مع ضد الماس الصراحه زعما دوك اللاعبين ما تيشرفوش يعني الرجاء البيضاوي. الرجاء اللي دازوا فيها غير العلماء غير هو هما، فللاسف ولا بن حليم تيلعب ولا جبيره. جبيره انا جبيره دار مهمه واحده في حياته هو هرسني الحارس. راه صافط الله يشافي انا زنيتي عبسو دا
زعما راه ما كارثه والله لا كارثه بحال داك انت تمشي بحالو بن حليب ولكن ما عرفتي اخويا انا شوف انا والله الا شوف الو نعم وي وي غير اخويا واحد بغيت غير واحد الملاحظه دابا واحد حيت هي خطوره وخصنا نضو معها بالنا دابا الراجل تفرجتي فيها في النهائي مع الاهلي مع الاهلي ياك الاهلي واحد لقيته شدات علينا البالون دورات لي التيران كامل داكشي اش داو لنا الاهلي كيديونا من جهه لجهه ياك لا زعما وبلاتي علاقه زعما لا بلاتي هذيك التدويره دوراتنا الاهلي كنا كنقولوا زعما مسحناها دوزنا باش غير ما الماء قلنا الاهلي فريق عالمي واحسن فريق في افريقيا دوزنا ولكن تصور ان ديك التدويره دوراتنا الاهلي دورنا فريق متوسط في المغرب من قيمه المغرب فاس فريق متوسط يلا طلعت من دوزيام سيري يلا طلعت الماتش من دوزيام سيري دارت لينا نفس الشيء دارت لنا الاهلي دوراتنا هنا باش تعرف ان يعني ولينا كندافعوا على بيت وراجعين اللوب وكتبيتو وهما كيديو في الكره وكيجيبوها وكيدخلوا لنا من هنا ويخرجوا لنا من هنا يعني باش تعرف ان الرجاء هذا المكتب راه وصلها لقمه الضعف باش تبان الصوره مزيان الاهلي ولا كدير لك داكشي اللي دارت لك الاهلي الماس دارت لك داكشي اللي دارت لك الاهلي كدير لك بالمناسبه شتي البارحه السلاسيك زعما اللي تاع في الكره الماس كان تستحق الانتصار البارح والله واخا كان راجعوا نقولها زعما بكل لا والله الا لعبوا بالله والله الا يستحقوا لعبوا كيتيقوا في كوتهم كيلعبوا كره سهله كيلعبوا جروب ما عندهمش ديك الفادات ما عندهمش داك التعواج اللي كيتعوج علينا حنا بن حليب ما عندهمش لعاب كيخوي على الكره وبان خدمه المدرب والمدرب في الشوط الثاني ديال الخمام بانت انه سينيور حنا المدرب لا ما عرفت مين جابوا داك المدرب الصراحه ما. لا مصيبه عظمى هذاك دابا عرفتي شوف هو السياسي كيفاش جا هذا المدرب راه انا ربما التحليل ديالي بانه راه داك المدرب الزوجه ديالو راه محاميه في سينيف وي يمكن انس محفوظ بغى يدير مع شي بريكول على هادشي اللي فهمت اش راه باين القى بغى يدير بلاصتو مع تما كيشدوا وسط الفيفا هادشي ديك وراه السيد داك انس محفوظ زعما لا علاقه له بالرجاء والله السياسيك هو المنخرطين صوتوا عليه يعني بالاجماع ما فهمتش لكم المنخرطين الصراحه واش راه جاويين واش الله اعلم انا شوف السياسيك بالنسبه للرجاء فيها اختراق من الضفه الاخرى فيها اختراق واش ولا واضح والله الا كيتاكد يوما عن يوم راه مصيبه كحلا كاع ما زعما راه مصيبه بصح وزعما نتمناو الخير والله نتمناو الخير وكاين بعد بلا ما نسميو سميتو كاين بعد العناصر اللي كانوا في المكتب المسير الحالي دابا زعما معروفين انهم رجاويين ولا اصدقاء ديالك انت السيناسيك ونتمناو زعما يغادروا والله الا نتمناو يغادروا هذا المكتب لا والله العظيم انا وجدت لهم الميساج اخويا وجهته لهم في اللايف اللي فات قلت لهم احتراما للتاريخ ديالكم وسميتو الغيره ديالكم على الرجاء انا بالنسبه لي غير نسحبوا من ذاك المكتب في انتظار تشكيل لجنه مؤقته وراه حتى الكاتب العام حتى الكاتب العام راه كان من اشد الكاتب العام اللي هو عصام الابراهيمي انا كان من اشد المدافعين على اللجنه المؤقته كان باغي اللجنه المؤقته فهذه لوكازيون فين صحيحه جمعوا الثلثين وسميتو طلبوا من هذا السيد ينسحب ما عندوش فلوس ينسحب راه نجرب راه كاع الناس كتغلط ممكن يكون غلط وغادي نسمحوا ليه ماشي مشكل ولكن ما عندكش فلوس ما عندكش باش تسير والفرقه مدقوق مقتوله وبقى عندها وما بقاتش تجيب انتدابات نسحب في حالك وخليهم يديروا لجنه مؤقته الى غايه نهايه الموسم يجيب الله التيسير حنا كنا غنقلبوا على رئيس كون مسؤوليتنا كاملين ودابا ماشي تبقى تضيع في الفرقه اللي كنا تنتقدوا حسبانو ودار انتدابات مزيانه وكانت تلعبوا كره احسن من دابا ولا لا ما حسبان راه ما خطرت اخطاء ديالو وصلنا لواحد الحديد السياسي راه داك الاهلي انا والله حشمت الصراحه حشمت لانه لا علاقه بالاهلي بزاف نيفو كبير علينا كيفاش يدوروا كره كيفاش يديروا بيلانتيات حنا ما تعرفوا حتى ديروا حتى بيلانتيات الصراحه ما وسميتو المشكل انه اللي فقسي هو بالحال اللي تيعطيو العشره واش العشره اللي لبسها يعني سميتو مستودعه تعطيها بن حليب حشومه كاع ديك العشره عطيو شي رقم واحد ولا جوج ولا شي حشومه كاع لبس ديك العشره ولا حشومه بزاف هذيك العشره من نهار